صدر قرار بإنشاء أول مجلس المبعوثان أو برلمان العثماني في عهد عبد الحميد الثاني عام 1877، ولكن ما استمر العمل في هذه التجربة ما عرف باسم تجربة الدستور إلا بضع أشهر 11 شهر، وتم إيقاف التجربة. أعيد إحياء التجربة بالعام 1908، وكان في انتخابات أو حصل انتخابات في كل مناطق الدولة العثمانية بواقع ممثل واحد في البرلمان لكل 50,000 شخص. ولكن على ما يبدو تأخر عبد الحميد الثاني بإعادة العمل في الدستور واتخاذ أساليب الحكم الحداثي اللي نشأت وانتشرت في أوروبا. بعد بأشهر من إعادة إحياء تجربة البرلمان تم الانقلاب عليه وخلعه، وفي العام 1918 انتهت الدولة العثمانية تماما بعد خسارتها الحرب العالمية الأولى.